خوش الامام الحجه اذا انتم تكونون عنده شنو تغير؟ الامام الحجه يريد يغير نفوسكم، كون من تصير عندكم سلطه تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتقيمون حدود الله وتحفظون فروجكم وتغضون ابصاركم وتمنعون الحرام من بطونكم فيكون قائم آل محمد بينكم. قلت له احكي لي. قال لي يريد ذول الامام الحجه وشاف وجوهكم الكالحه ما بيها واحد لا قائد لا صغير ولا كبير. ما لقى واحد بيكم بهذه الصفات. اذا خلى لقائد بمصر، لو خلى لقائد بالسعوديه، لو خلى لقائد بالعراق وهو ما ادري شلونه. ايش سوى الامام الحجه؟ هو يريد يملا الارض قسطا وعدلا ويجي هذا فاسد. يا جماعه جا هو طلع ينشر الفساد هذا الامام، مو امام عداله. اذا انتم ما تطبعون نفسكم على المعروف والنهي عن المنكر شلون يطلع ويقودكم؟ مو يطلع بهاي الجموع انعرض عليها الصدق صارت كذابه ومنافقيه ولصوص وقتله. جاعد تسوي يا ابني؟ اقول لك عقلك تنك؟ حطاكم بالتجربه ما لقى بيكم واحد ناجح. قام اذا ما يقتل واحدكم يقتل الثاني، بس يطلع من بيت الكاتم لو غيره يحرق ويقتل ويذبح باسم الاصلاح وهو فاسد من الراس حتى اخمص القدم. ولك وين تريد يحكم عندكم الامام؟ قلت له اييس؟ قال لي لا يا ابني ما تعيس، جاعد تكبر شجره الامام، جاعد يسقيها يوم عن يوم، يوم واحد هنا يطلع مصلح ويضلع لحطته، يوم لما تكثرون. واعلم والله 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 ستكبرون يوم بعد يوم بعد أن تسقط كل الأقنعة عن ساداتكم وكبراءكم.